أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا بصيلة ولا حام ولا حميم ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يغركم من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله ليبلغ ويقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت أعلم يعلم الله. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اللهم اعمل عليك وعلى بنيك إذ أيدتك ببعد ذلك فلم أعلم وإذ تخلط عن طريق هيئة جزائي فذا قتله فيها فتعم يحكم بإذني ويغبع إذني فتبرئ الهدهة الأمر الصعب إذني وإذ تسكين أوعذب ذلك صيام الميضة إلى عالى أنك إن عفته على البينات فقال العادة فينطق فقال الذين كفروا والله عزيز هذا إلا ساحر وحيالك وحيد بحر الحباريين أمتعوا بما بالسيارة وحرهم علينا واشهد بأنتم حرما مسلمون. والله يقال الحباريون يا عيسى بن مريم جعل نستطيع ربك أن ينزل علينا مناسك شهدة أول السماء. قال إذ ذلك لتعلمتم أني الله يعلم ما في السماوات ما أكل منها فأما الله بكل شيء عليم. فصدقنا ونعلم الله شديد العقاب فلنكون على غفور الشاهدين. ما على عيسى إلا البيان والله يعلم ما تبدون وما علينا ما إذا لست السماء تجب وما تكون لنا عليم لأولنا وآخرنا وآية وارزقنا فأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد مني
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير